خمسة أسماء ودادية داخل منطقة الجزاء مشاهدي الكرام، وترقب الرجاوي بقيادة أناس. جول، هدف ودادي. قطار مكوكي، قطار التي جي في. اسماعيل الحداد يزور الشباك الرجاوية مشاهدينا الكرام، يشعل الديربي الرقم 123. لقبته بالقدار المكوكي الودادي. هذه الصورة، هذه الغلطة الدفاعية، هذه الصورة. نعم، ارتباك دفاعي رجاوي وبالخطأ يا ابو طيب مباشرة في الشباك الرجاوية. اعتقدنا الحداد، الحداد عمل ضغط على ابو طيب، الحداد يجبر ابو طيب على ارتكاب على التسديد. ياجور يتقدم، ياجور مراني محسن ياجور. متعود 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 على التسجيل في الديربي. بوم وبوم للمرة الثانية في شباكك يا زوير يا العربي. سدد بقوة محسن ياجور في الشباك. هذه صعبة عليك يا زوير، صعبة عليك يا زوير. يأتمن الشباك، الرجاء تعود، الرجاء تعدل، الرجاء تفعل عن طريق الجولياتور. محسن ياجور يزلزل مدرجات المكانة. واحد واحد مشاهدينا الكرام، ياجور يفعل قبل لحظات. هو الاسم المتعود على التسجيل في الديربيات، بينما ردة فعل ودادية متابعة دفاعية. هذا هو عمار بوت ياجور. الهربة يا زكريا، نعم الهربة ياجور. عنده الكرة ياجور، لكن كومارا يخرج له، نعم يقطع له الكرة، ترجع مرة أخرى. رجاء المباراة بعيدا عن كل ما ينغص ويخدو صورة كرة القدم الوطنية. واعتقد أن الرسائل كانت واضحة في الشان، التشجيع بصور رائعة. بدر بنون براسية قاتلة يمنح الأفضلية لفريق الرجاء البيضاوي على بعد دقيقتين من نهاية المباراة. الرجاء تشعل الديربي، وبنون حتى في شباكك يا سويريا العروبي. وهذه هذه الصورة، هذه العرضية بعيد عن الرقابة. بدر بنون يرتقي بشكل ممتاز. بدر بنون يهزم سويل عربي. سوء تغطية دفاعية، هنا كبرياء بنون، ارتقاء بنون، راسية بنون تمنح الأفضلية للرجاء الرياضي. يا لو من سيناريو، يا لو من سيناريو. هدف ثاني في اللحظات الأخيرة يا فوزي البنزرتي. ونرفزت فوزي على هدف يجي في توقيت